واحنا بقالنا قد ايه يا جدعان ما حد يقول حاجه؟ والله ما انا عارف، انت شايف خدوا مننا كل حاجه، الساعات والموبايلات، ده حتى رباط الجزمه خدوه. ربنا ينتقم منهم الظلمه اعوان الطواغيت. شت وطي صوتك، اكيد حاطين كاميرات وميكروفونات في الزنزانه هنا عشان يراقبونا. انت بتتكلم بجد؟ بس انا مش شايف اي كاميرات. سيادتك بقى خبير امن ان شاء الله. بالله عليك بطل هاتش وفاتش، الله يكرمك، ده ملعون ابوهم كلهم واحد واحد. بقول لك ايه، اقعد خرف لوحدك، ابعد عني يا اسماعيل، الراجل ده بيخرف وهيروح في 60 داهيه. لا يا عم الله يهديك، الله يهديك، بلاش تخرف بلاش. لا اقول لك خرف انت واحنا مش هنسكت لك، عشان يعرفوا ان احنا اولاد حلال ومالناش في الكلام ده. انا مش عارف بس ليه ما حققوش معانا لحد دلوقتي، ده ما خدوش اقواننا زي المره اللي فاتت. وهو ما تنساش ان كنيسه القديسين كانت بعيده عننا، انما المره دي قريبه مننا قوي، عشان كده حطينا في اوضه لوحدنا وصغيره، وما معيناش حد زي النوبه اللي فاتت. انتوا جايين نفسكم ليه؟ العمر واحد والرب واحد، لو ليكم نصيب في حاجه هتاخدوها، هدوا نفسيكم وسيبونا ناموا شويه. يا عيني يا سيدي يا عبد الرحيم، طبعا ما هي ناقصاك، جالك نوم في الزنزانه يا عبده؟ ما تقعد تشجينا زي طول الليل. الحق يا عم، ده سرق ضحكتك. لا بجد انا خايف قوي، المره دي المعامله مش طبيعيه. المره اللي فاتت لما اتقبض علينا انا وعاصم وثلاثه تانيين، قبل ما انت وعبد الرحيم تشرفونا، اول ما كشفوا على اسامينا ولقوا ان احنا مالناش دعوه بالجامعات مشونا على طول. ما فيش الا الاخ ده اللي قعد اسبوع لحد ما الحاج ضمنه وجاب له واسطه وطلعه. عشان كده قاعد مش على بعضك من الصبح، اوعى يكونوا عملوا معاك حاجه بطاله لا سمح الله. ليك نفسي تهزر؟ بتهزر؟ يوم ما يعملوا معايا انا يعملوا معايا حاجه بطاله وما يستجروا؟ ده انا كنت اطلع من هنا وارفع عليهم قضيه واخرب بيوتهم. الله يلعنهم الله يلعنهم، هما كده ما بيتشطروش غير على العباد الملتزمين اولياء الله، وسايبين الحراميه والفاسدين يرتاحوا في امان وسلام. يا عم ما كلنا عباد الله وقاعدين معاك في زنزانه واحده اهو، ما تهدى بقى يا شيخ عاصم. انت بتضحك؟ انت عارف ان انت بالذات يا عبد الرحيم اللي وقعتك سودة على موضوع ان معاكش بطاقه ده؟ شفت هو فارد طوله بيقول للظابط ده اقتراحت يا بيه، دول هينفخوك. بس وديني ما انا سايبك غير لما اعرف حكايتك. نفسي اعرف انت بتقعد تعيط طول الليل ليه؟ كان نفسي اسالك لما ناخد على بعض، بس خلاص بقينا رد سجون والحمد لله. احكي لك كيف بس يا ابوي، انت مش بتقول انهم حاطين لنا مركب ونات؟ لا حويت يا عبد الرحيم حويت، برضه مش هسيبك غير لما اعرف حكايتك. يا رب يا رب يكون في فعلا ميكروفونات عشان اقول لهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نهايتكم سودة باذن الله يا كفره. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت بسرعه.